هذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها ولديها بنات متزوجات يسكن بعيدا عنها ولا تستطيع المبيت وحدها في البيت، فهل لها أن تغادر بيتها عند أحد بناتها؟ تجي واحدة منهن وتبيت عندها، وكل واحدة ليلة من الليالي تعاقبا عندها تعاونا معها. نعم. فإذا لم يحصل هذا واحتاجت إلى المبيت في بيت آخر فإنها تبيت فيه. نعم.